طيب احنا معانا مجموعه شباب كتير من كليه الهندسه جامعه القاهره اللي انا بعتز ان انا يعني اتخرجت منها وما زلت طالبه فيها بحضر الدكتوراه حاليا، سواء بقى من المهندسين او البزنس بقى تجاره بزنس يعني حاسبات ومعلومات علوم او غيره. بس اللقاء اللي جاي هو لقاء اكيد اكيد هيهمكم بشكل كبير جدا ان انتوا تستمعوا لحقيقة قصة نجاح هنبدأها من يعني اول مراحل قدر الامكان هحاول اوصل بيكم يعني من النقطة اللي انتوا متواجدين فيها وحتى اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي مع شخصية معروفة بان هي بدأت بدري هذه المهنة كمهندس وتطور يعني المهندس اخذ الدكتوراه بقاله 30 سنة حاليا 30 سنة خبرة في مجال الطاقة، لي مش بس كهندسة بقى طبعا لان هو كمان يعني ما شاء الله عنده شركات، هذه الشركات لاصحاب البيزنس بقى بيتكلموا يعني اصحاب البيزنس التجارة احنا بنتكلم في رأس مال شركة من 2 مليار ل 5 مليار في رقم عظيم جدا ماشي. خلوني يعني مش عايزة اتكلم كتير لان هو موجود بالفعل، فيعني عيب اتكلم ويعني سيادة المهندس الدكتور مصطفى مدكور المتواجد احب ارحب بحضرتك يا فندم واتمنى ان حضرتك تشرفني على الستيج. محتاجين مايك ثانية اتفضل. طيب هنسأل بقى سؤال عقبال ما هم يجهزوا المايك او ممكن اسأل تمام زي الفل. طيب انا عارفة ان انتوا عندكم اسئلة كتير جدا فانا مش هسأل لان ده مفترض ان هو يكون يومكم انتوا، بس انا هسأل بعض الاسئلة الافتتاحية اللي اعتقد ان كتير منكم عايزين يتعرفوا بشكل اكبر على المهندس الدكتور مصطفى مدكور، يعرفوا بدا ازاي وهي دي النجاح اللي احنا بنتكلم فيه. هنبدا من البدايه، لكل نجاح حكايه ولكل حكايه بدايه، عايزين نعرف البدايه. شكرا استاذه ديده، والاول تسمحوا لي ارحب بحضراتكم جميعا وبشكر استاذه دينا وكل القائمين على هذا اللقاء على يعني تحضيرهم لهذا اللقاء واعطاء هذه الفرصه ان انا اتكلم مع شباب ومع طلبه واشارك معهم تجربتي اللي انا يعني عشتها في خلال 30 سنه من تاريخ تخرج لغايه النهارده. لو بتكلم على قصه نجاح اسمحوا لي الاول اقدم نفسي. انا اسمي دكتور مصطفى امين مدكور، مؤسس ورئيس مجموعه مدكور. مجموعة مدكور هي مجموعة بتعمل في مجال الطاقة ومش بس الطاقة، وأصبحت بتعمل في مجال المجال الهندسي العام. المجال الهندسي هو إنتاج مشروعات، فإحنا شركة عندنا مدكور إي بي سي اللي هي مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، ودي شركة بتقوم بإنشاء مشروعات متكاملة زي محطات كهرباء زي مصانع، مشروعات احنا بنقوم فيها بالتصميم والتنفيذ والاختبار وبدء التشغيل. عندنا شركه مشروع مدكور كونستراكشن، ودي شركه انشاءات بنقوم بيها بتنفيذ مشروعات انشائيه متكامله، بنعمل متحف، بنعمل جامعات، بنعمل مباني اداريه، بنعمل مباني سكنيه، بنقوم بتنفيذ كافه المشروعات الانشائيه. وعندنا شركه اسمها مدكور اف ام، مدكور لخدمات البنية الأساسية، ودي شركة بتقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الخدمة زي منظومة الكهرباء، منظومة المية، منظومة الغاز، كل منظومات الخدمة اللي في المناطق السكنية الجديدة احنا بنقوم بإدارة هذه المنظومة. ده مجموعة مدكور، وعندنا تحت الإنشاء حاليا مدكور اندستريز للمشاركة في المجال الصناعي. الحقيقة أنا أشمون؟ أنا من قرية تابعة لمركز أشمون، قرية اسمها قرية مجرية من مركز أشمون.
ولو بدأت قصة النجاح هلاقي ان هي بدأ من بدري. وتسمحوا لي ألخصها في كلمتين بساط جدا، وهو الحلم والإخلاص. يعني الكلمتين دول هما أنا أستطيع أن أنا أحطهم عنوان للمسيرة اللي وصلتني لغاية النهاردة. أنا من قرية وبادئ من تحت الصفر، كنت وأنا شاب صغير أو وأنا طالب لسه حتى في الثانوي والجامعة، كنت بقى أروح الجامعة وبذاكر وبشتغل وبصرف على نفسي، ويعني زي ما بقولوا شايل شنطتي على كتفي من أول ما خدت الثانوية العامة. يعني الوالد ما ساعدش حضرتك؟ لا إطلاقا، الوالد ساعدني إنه رباني بس. لكن انا طالع كان دايما افتكر زمان وانا في الثانويه العامه، لما كان حد يسالني انت هتجيب مجموع كام، كنت اقول انا هجيب مجموع دخلني كليه هندسه ايا كان المجموع، ومش بس كليه الهندسه، كليه الهندسه جامعه القاهره، لان انا كان عندي حلم من وانا صغير ان انا اخش كليه الهندسه جامعه القاهره، وده كان مرتبط لاني وانا صغير كنت بروح جنينه الحيوانات لما اجي من الريف واجي القاهره، فكنت لما ازور جنينه الحيوانات كنت اشوف جامعه القاهره، فتركت في داخلي حلم ان انا اشتاق يعني ادخل جامعه القاهره، وانا بحب الهندسه فانا كان حلمي ان انا اخش هندسه القاهره. وده يجي تاني حاجه، الحلم لو ما كانش الحلم ده موجود ما كانش ممكن التحق بهندسه القاهره، لان انا لما خدت الثانويه العامه التوزيع الجغرافي وداني هندسه شبين، ما روحتش هندسه القاهره، لكن لان عندي حلم ادخل هندسه القاهره قالوا لي انجح في اول سنه وبعدين حول. انا قمت باللي عليا ونجحت، لكن لان كان عندي حلم وكان ربنا يعني بيساعدني، فحصل انا ما كانش عندي سكن في القاهره، لكن في السنه دي اخويا اشتغل في القاهره واخد سكن في القاهره، فبقى عندي سكن ونجحت، قدمت عشان احول بدون واسطه ولا حاجه وقبلت في التحويل واتنقلت هندسه القاهره بعد من سنه اولى. بعد كده كان عندي حلم ان انا ابقى معيد وان انا ادرس في الجامعه وان انا ساهم في العمل الهندسي، فعلا اتخرجت وجبت تقدير، ما تعينتش في جامعه القاهره، وده برضو عرفنا ان كان حلم ان انا اكون معيد في جامعه القاهره، لكن لاني كان عندي هذا الحلم اتعينت في جامعه طنطا وبقيت عضو هيئه التدريس في جامعه طنطا. فدائما ابدا وجود الحلم والعمل عليه هو اللي بيخلي البني ادم يحقق الحلم بتاعه. فانا اتخرجت من هندسه القاهره سنه 85، ويعني عشان اقول لكم انا اتخرجت سنه 85 وكنت بشتغل، يعني قعدت سنه 85 و86 لغايه ما خلصت الجيش في 87، انا كنت بشتغل اعمال حره، يعني كنت هنا في العتبه بشتغل في الحسين وفي المسكي، اعمال ليس لها علاقه بالهندسه، كان عشان اعرف اعيش. لكن ده انا ببين بس قد ايه البدايات صعبه وقد ايه ان ممكن الواحد ما يبقاش عنده اي حاجه، لكن دائما مع وجود الحلم والاخلاص في العمل يقدر يحقق اللي هو عايزه. انا بعد كده يعني اشتغلت في تعينت في كليه الهندسه جامعه طنطا، وبدات امارس الحياه العمليه. كان لي حظ ان انا اشتغل مع الدكتور محمد شاكر اللي هو وزير الكهرباء الحالي. حظك حلو. طبعا حظي كان حلو، لكن الدكتور شاكر لاني شغال كويس، يعني اتذكر وانا بعمل ماجستير فكان مثلا يدينا في المحاضره يدينا زي تمرين، فيلاقيني تاني محاضره جاي عامله كاملا، في حين ان طالب الماجستير يعني مش طبيعيين قوي، فانا كنت بعمل، فقال لي انت بتعمل ايه؟ انت ما عندكش شغل ولا ايه؟ قلت له لا انا ما بشتغلش. فقال لي لا تعال اشتغل معايا. اشتغلت مع الدكتور شاكر، كان من سنه 87. اشتغلت مع الدكتور شاكر من سنه 87 لغايه سنه 2003. وهنا يجي برضو امر في غايه الاهميه للشباب، وهو عدم الاستعجال. انا اشتغلت من سنه 87 لغايه سنه 2003، يعني بتكلم في حوالي 16 17 سنه شغال في مجموعه شاكر، باخد مرتب ومرتب بسيط ما كانش كبير، يعني كنت بعاني في الحياه عشان خاطر اقدر يعني اربي اولادي واقدر اعيش كويس، لكن كنت مخلص في العمل لدرجه ما حدش تخيلها. انا احيانا كنت بقعد بال 24 ساعه في الشغل، واحيانا يعني كنت اسيب بيتي لفترات طويله عشان اقدر اقوم بالشغل اللي انا بقوم بيه. فنتيجه اخلاصي في الشغل طبعا تميزت في الشغل اكيد. فاللي انا عايز اكد عليه انه الحلم، وجود حلم ان انا عايز حاجه احققها، اتنين ان انا مخلص في الشغل،
فأنا كنت مخلص أثناء ما كنت بشتغل مع دكتور شاكر في كل عمل كان بيوكلني. دول يعني خلينا أقول كان وراء إن أنا أقدر أحقق حلمي وأحقق النجاح اللي جه بعد كده. طيب دي كانت البداية. دلوقتي مجموعة الشركات مذكور ليها يعني باع كتير في مجال هو الأدوى. في تحديات يعني تعيشها، خليني أقول بقى الهندسة في مصر. تمام. وهي التطور، ما تحتاجه يعني هذه المهنة تحديدا علشان تقدر تواكب، وعلشان تقدر مش بس تواكب تستمر، يعني تستمر، لأن استمرار هذه المهنة في مصر يعني تطورها، وتطورها يعني تطور المجتمع خلاص، واللي بيبنى عليه البزنس بقى والفلوس وكل حاجة يعني. فإيه التحديات اللي بتقابلها يعني هذه المهنة هنا في مصر الآن؟ طبعا في تحديات مهولة بتقابلها مهنة الهندسة، بس اسمحي لي يعني اقول لك انا ايه اللي خلاني يعني اتصدى لهذه المهنه او اتصدى لهذا العمل. اتعمل دكتوراه سنه 96 واشتغلت برضه هناك بمنتهى الاخلاص، وشفت قد ايه العمل الهندسي عمل متكامل ويتم على اعلى درجه من الاتقان. أنا خلصت الدكتوراه بتاعتي في سنة، يعني عملت شغل الدكتوراه بالكامل في سنة. وتاني سنة أنا اشتغلت في أكبر مركز أبحاث لشركة جنرال إلكتريك في أمريكا. اشتغلت هناك وكنت يعني بشتغل في مركز الأبحاث تقريباً 14 ساعة في اليوم. اشتركت في عدد من الأبحاث المهمة جداً مع الشركة. وفي نهاية السنة وشفت إزاي الناس بتشتغل هناك، عرضوا عليا ان انا يعني استمر في امريكا، واخدت اوفر ان انا حتى يدفعوا لي ثمن البعثه في مصر وينقلوني من القاهره الى نيويورك ويدفعوا لي كافه مصاريف الانتقال لهناك واعيش هناك وابتدي اخد فول تايم جوب هناك. ده كان عرض جاي لي، وانا اصلا كنت مسجل دكتوراه في القاهره وبعمل تجميع ماده علميه من امريكا، فانا ما كنتش في البعثه هناك. انا سافرت سنتين عشان اجمع ماده علميه، منهم السنه اللي انا اشتغلتها في شركه جنرال الكتريك. ومع ذلك لما رجعت مصر وفكرت، انا ما اخترتش ان انا ارجع امريكا تاني، وكان قرار حاسم شجعني عليه الدكتور شاكر ساعتها، وقال كلمه حضرتك قلتيها من شويه، انه يعني إن الإنسان ممكن ينجح، لكن دايما حلاوة النجاح إنك تشوفه في عيون الناس اللي أنت قريب منهم، وفي عيون الناس اللي أنت تربيت في وسطهم. إنما الغربة ممكن تعمل شغل كويس وممكن تنجح كتير، مفيش مشكلة، لكن عمرك ما هتشعر بالسعادة والساتسفاكشن اللي أنت هتشعر بيهم وأنت قاعد في بلدك، في وسط أهلك، في وسط أسرتك، في وسط الناس اللي أنت تربيت معاهم، في وسط الشوارع والحواري والمدن اللي أنت عشت فيها. ده ليه إحساس مختلف تماما عن إنك أنت تنجح بره مصر. فأنا خدت القرار وقعدت في مصر واشتغلت، وهنا كان أهمية مهنة الهندسة. أنا يعني هي حتى اللي بيسافر بره ويشوف الطرق ويشوف المباني ويشوف الأعمال الهندسية، لازم أي حد مهندس يشعر بالغيرة، لأنه لما نيجي احنا هنا في مصر ونشوف المشروعات الهندسية واحنا معديين على المباني والطرق وعلى الأعمال اللي موجودة في مصر، هنشعر بغيرة شديدة نتيجة إنه بالتأكيد في خلل هندسي موجود. فالحقيقه واحده من الاهداف الجوهريه لمجموعه مذكور، وده من زمان، واحده من الاهداف الجوهريه انه ليه احنا ما نقدرش كمصريين نعمل عمل هندسي صحيح. فشركه مذكور يعني واحده من اهدافها الاساسيه ان هي تثبت انه لا، نحن نستطيع اذا توفر الانفايرمنت الصح، وإذا اشتغلنا بطريقة صحيحة إحنا نستطيع. وبالتالي أنا عندي قناعة، يعني أنا قضيت فترة كبيرة من حياتي أشتغل زي ما قلت لكم 17 سنة وأنا بشتغل موظف
وباخد مرتب وبأتقن عملي. بعد كده قررت ان انا اعمل شركتي. الكلام ده كان من سنه 2004 او 2004. ويعني برضو النجاح ما كانش ماشي سهل وسلس يعني، لان انا بدات في 2004. بعد كده الشركه نجحت، حصل اندماج مع السويدي، قعدنا حوالي 10 سنين بقينا اكبر شركه في مصر. بعد كده حصل تخارج من اسمع السويدي نتيجه طبعا برضو الدنيا مش ماشيه زي ما الواحد عايز. وبعد كده النهارده الحمد لله من سنه 2015 عملت المجموعه. زي ما قلت واحده من الاهداف الاساسيه هي العمل الهندسي. انا كنت مؤمن بحاجتين في غايه الاهميه. اولا مؤمن بالشباب المصري يعني، وانا عايز كل الناس تبقى واثقه ومتاكده من الكلام اللي انا هقوله. حتى لو انت شاعر انك انت ما انتش قادر، او ان انا ما اقدرش اعمل، او هو انا لوحدي حاضر اعمل ده، اللي انا عايز اكده لكم، وانا اشتغلت مع شركات يابانيه، وفعلا اليابان تعتبر يعني كوكب تاني، لكن اشتغلت مع الشركات اليابانيه، اشتغلت مع شركات امريكيه، واشتغلت مع شركات اوروبيه، وبالتاكيد اشتغلت مع الهنود ومع الصينيين ومع الكوريين. فانا اشتغلت تقريبا، ومش معنى من لما بقول انا اشتغلت بمعنى ان اشتركت مع دول كلهم في مشروعات. يعني اشتركنا مع بعض في ان احنا ناخد مشروع نصممه وننفذه ونشتغل عليه. القناعه اللي انا واصل ليها انه كفاءه الشاب المصري والمهندس المصري في تحصيل العلوم وفي فهم العمل وفي القيام بالعمل اعلى بكتير. يعني ان ما كانتش تساوي فهي اعلى من كل الجنسيات اللي انا بتكلم عنها، حتى الاوروبيه منها والامريكيه واليابانيه. فانا عندي قناعه بده 100%، والكلام ده من خلال شغلي خلال الفتره السابقه انا اثبته في اكتر من مكان، انه الشاب المصري إذا حصل على الفرصة بيشتغل بكفاءة إن ما كانتش تساوي فهي أعلى من كفاءة أي شخص من الدول اللي هي بتقوم بتنفيذ العمل الهندسي. ده قناعة أنا مقتنع بيها ولغاية النهاردة دايما بنثبتها ومريت بيها أكتر من مرة. هديكم بعض الأمثلة عليها. القناعة الثانية إنه العمل الهندسي له شقين، له شق بحث وتطوير، والبحث والتطوير مرتبط بان احنا ننتج تكنولوجيا. وعلى الرغم ان احنا كافراد قادرين على انتاج التكنولوجيا، الا اننا ما زال كمجتمع وكاراده مجتمعيه ما زال انتاج البحث العلمي وتحويله لتكنولوجيا شويه فيه شويه صعوبات، تحتاج الى وقت واراده. اعتقد انه المجتمع المصري داخل على هذه المرحله، لكن هتحتاج شويه وقت. البعد الثاني للعمل الهندسي هو ان انا انتج مشروع، انفذ مشروع. احنا كشركات مصريه كمصريين قادرين على ان احنا ننتج مشروعات ايا كان هذا المشروع، بنشئ محطه كهرباء، بنشئ مطار، بنشئ مستشفى، ايا كان نوع، بنشئ مصنع، ايا كان نوع المشروع، احنا قادرين على انتاج المشروعات. وده برضه واحده من اهداف شركه مطروح. لو تسمحوا لي ادي امثله على وجهه نظري ان الشباب المصري قادر على ان هو ينافس وقادر على ان هو ينجح. انا اول ما عملت شركتي سنه 2000 في اخر 2003 كان في مشروع عملاق في مصر، محطه توليد. كانت الشركه اللي واخده نظام التحكم في المشروع محطه التوليد، محطه عملاقه، التحكم فيها مشروع او يعني تخصص صعب جدا. كانت شركة فرنساوي اسمها أليستوم هي اللي واخدة هذا المشروع في مصر. أنا طرحت على أليستوم، وكان الكلام ده سنة 2003، يعني بعد 2011 بسنتين اتنين. فبعد 2011 كان في مشاكل في عمل المهندسين الأجانب داخل الشرق الأوسط بصفة عامة. فطرحت عليهم إن أنا أبعت لهم مجموعة من المهندسين المصريين الشباب يروحوا يتدربوا في فرنسا على هذا المشروع، وتعهدت لهم ان انا اتولى مسؤوليه هذا المشروع في مصر نيابه عنه. في البدايه ما يعني ما رحبوش قوي، لكن باصرار مني مره واثنين وثلاثه قلت لهم انا هتحمل مصاريف الشباب دول، ولو ما نجحوش هتحمل مصاريف تدريبكم ليهم،
ولو نجحوا انا هوفرهم لكم تكلفه. هم كانوا مثلا المهندس بيتكلف لما يجي من اوروبا لمصر كان يتكلف مثلا حوالي 500 دولار في اليوم، انا قلت لهم انا هديه لكم 100 دولار في اليوم. كل دي كانت مغريات ليهم عشان خاطر يوافقوني ان انا ابعت مجموعه من الشباب يروحوا يتدربوا في فرنسا ويقوموا هم بالعمل. في الاخر وافقوا، يعني بعد معاناه مني طويله وافقوا ان يدوهم فرصه شهر. قلت لهم طيب سيبوني، يعني انا هطلع الفيزا 3 شهور ويرجعوا بعد شهر ما فيش مشكله. القصه دي انتهت بايه؟ اولا انا بعت 3 مهندسين كان المفروض يقعدوا شهر، كملوا الثلاث شهور وبعد كده ما سابوهمش تاني، يعني بقوا ينزلوا الثلاث شهور يجددوا فيزا ويرجعوا تاني. بعد شويه وصلوا 12 مهندس بعتهم هناك. بعد شويه احنا اللي عملنا المشروع كان التحدي، وقلت لهم الكلام ده، قلت لهم ادوني المشروع قلت مع زمايلي التحدي ان ما فيش حد يجي من فرنسا لغايه ما نشغل المحطه. الكلام ده المحطه كان 30 شهر عشان نقوم باعمال التركيب والاختبار والتجربه وبدء التشغيل. وفعلا رجعوا الشباب وعملنا المشروع. وانا اتذكر انه المدير المسؤول في شركه اليستوم ساعتها لما راح له جواب يقول له ان خلاص احنا هنبدا التشغيل المحطه، التشغيل نبدا التشغيل التجريبي، الراجل جالي مصر وقال انا جاي عشان انا مندهش، احنا كنا مجهزين التيم ستاند باي وعاملين حسابنا ان هتيجي في اللحظه المناسبه وهنضطر نيجي عشان نكمل. هما فكروا ان احنا خلصنا المشروع. اللي انا عايز اقوله ان بعد كده احنا يعني قلنا لهم خلاص ده احنا نعمل فرع هنا في مصر، وبقينا نشتغل لهم مشروعاتهم في كل دول العالم، رحنا البرازيل ورحنا ماليزيا ورحنا جنوب افريقيا ورحنا تقريبا معظم دول العالم. احنا بقينا نعمل الشغل هنا في مصر ونروح نعمل نركبه في المواقع هناك واستمرينا معاهم. ده واحده من التجارب اللي بتؤكد الشباب دول كانوا مصريين متخرجين من الجامعات المصريه، منهم طبعا جامعه طنطا اللي كنت بدرس فيها ومنهم من جامعه القاهره والى اخره. فانا مقتنع وعندي قناعه كامله بانه الشباب المصري قادر على انه هو يقوم بالعمل الهندسي على اكمل وجه، واحنا كتيم وفي شركه مذكور بنوفر هذا المجال للشباب انه يشتغل عشان نقدر نقوم بالمشروعات الهندسيه. انا دايما اقول ان احنا اللي بيدفعنا في العمل الهندسي واحنا شغالين اولا الغيره على المهنه. يعني احنا كل ما بنعمل مشروع دايما انا مع زمايلي غيورين جدا على انه الشغل لازم يطلع منضبط ولازم يطلع سليم. الحاجه الثانيه انه مصر حاليا تعتبر في العصر الذهبي للهندسه. او للبزنس خلينا نسميه مش بس الهندسه، لانه لو تعرفوا انه برضه حضرتك اتكلمت عن الاعلام وعن انه من 2011 لغايه النهارده بدل ما كان فيه 100 وسيله اعلام بقى فيه 3 اضعاف العدد ده، ورجعوا للانحسار مره ثانيه لانه كان زي ما بنقول نمو غير طبيعي في وقت غير طبيعي ونمو غير اقتصادي، فبالتالي الربحيه فيه يعني زي بالبلدي بقى كده ما جابش همه، فكل ده رجع ينحصر مره ثانيه. وده كان المفروض برضو طبيعي ان ده يحدث. بس خليني اتوقف معاك عند اللحظه دي، هنكمل ونسمع بقى اسئله الشباب اللي جايين النهارده مخصوص وشاركوا ومتواجدين معانا علشان يعني يسالوا الباشمهندس في كل الاسئله اللي بتجول وتجوب في خواطركم الان يعني معاكم. نبدا من مين؟ طيب في مايك. سؤالي حضرتك انت في لحظه كنت بتقول ان انا رفضت الاوفر بتاع الشركه، بس مع ان حضرتك كان ممكن يبقى النجاح ليك اسرع، النولج هناك يعني اكيد كانت تبقى احسن كتير من مصر مثلا، او الخبره اللي تاخدها هناك يعني. بس سبب استمرار يعني هو عايز يقول لك انت رجعت ليه مصر في حين ان النجاح هناك اسهل وهيكون سواء بقى على المستوى المادي، المستوى المهني، وحتى كمان كمعيشه. بالظبط. صحيح. ممكن يرجع بعدين. يرجع وبرضه يرجع. طب ما هو رجع بعد كده، تقصد ارجع بعد كده. اسمح لي الاول اشكرك على السؤال. برضو الحقيقة أنا واحد من الناس
اللي عندي انتماء وعندي قناعة تامة ووجهة نظر انه ما يجبش ان احنا نسيب بلدنا ونهاجر. يعني انا ضد ان اي حد يسيب بلده ويطلع يشتغل بره. الكلام ده كان بالنسبة لي يعني امر لا استطيع تحمله على المستوى النفسي، ان انا هسيب بلدي وهطلع اسافر بره. فانا مؤمن ان انا يجب اذا كان عندي طاقه او عندي قدره او استطيع ان انا اشتغل فيجب ان انا اشتغل هنا في مصر. دي واحده. الثانيه، انا فعلا فكرت ان انا اشتغل لمده مثلا 3 4 سنين وارجع تاني مصر. ده تفكير مش عايز اقول لك ان انا سافرت مخصوص بعد ما جيت مصر، رجعت مخصوص في زياره على حسابي عشان اعمل سيرفي. هل حيمكن ان انا اشتغل 4 سنين او 5 سنين وارجع اكمل في مصر تاني؟ فسافرت مخصوص اعمل سيرفي لهذا الغرض، ونتيجه السيرفي كانت ان ده شبه مستحيل. اما انك تيجي لامريكا وتستقر مش هترجع تاني، او انك تاخد القرار من النهارده وتكمل في مصر. لان كله انا رحت زرت مين لما رحت امريكا؟ انا رحت زرت، انا طبعا بصلي في المسجد واعرف ناس كتير من اللي عايشين غير الطلبه. انا ما رحتش عملت سيرفي مع الطلبه، انا عملت سيرفي مع العائلات المصريه اللي عايشه هناك في امريكا وشغاله. فبقيت اسال كل واحد انت احساسك هل ينفع هل لا؟ الكل اجمع على انه انا كشخص لاني اتربيت واتولدت في مصر بعد عمر طويل هيبقى عندي نفسيا عايز ارجع مصر، كلهم اجمعوا على كده. بينما اولادي اللي هيكونوا اتربوا هناك، وانا كان اولادي ساعتها عندهم مثلا 2 و3 سنين، قالوا لي دول هيبقى صعب جدا ترجعهم مصر تاني. وبالتالي انا كان قراري انه يعني نتيجه هذه السيرفي اللي انا سافرت مخصوص ودفعت ثمنها، رجعت ان انا لا ما ينفعش اسافر وان انا اكمل في مصر، لان انا مؤمن ان انا ما ينفعش اهاجر ونجاحي ده يبقى مش في مصر، يبقى في مكان تاني. ما كنتش ساعتها ضامن ان انا هنجح في مصر، لكن كنت دايما متاكد ان انا هبذل اقصى ما استطيع من شغل. وده يؤكد ليكم على فكره الظروف حاليا احسن 100 مره من الظروف ايام ما كنت انا لسه متخرج كشاب. انا كانت العمليه صعبه جدا، انتوا لا تتخيلوا العمليه كانت في منتهى الصعوبه، وان انا اوجد لنفسي مسار عشان انجح مساله كانت صعبه جدا. انا بس المجال مش سامح للحوار. يعني اعتقد هو يعني موظف طالع يعمل دكتوراه بره، متزوج عنده اطفال، موظف يعني تمام، يعني احنا عارفين تمام. بس طبعا قدرته على انه يتخطى هذه الصعاب هي دي، هو ده النجاح. النجاح يعني خطوة أخيرة وخطوة من الخطوات الأخيرة، لكن قبليها خطوات كتيرة قوي، صعوبات، تعثر، مشاكل. الإنسان الناجح دايما هتلاقوه هو شخصية شوية صعبة شوية ناشفة، بيقسى على نفسه قبل ما بيقسى على أي حد تاني، بيجلد نفسه كتير. السؤال التاني، ممكن المايك هنا؟ أنا اسمي جورج ماهر، طالب بهندسة القاهرة، تخصص الهندسة المدنية. أنا بشكر حضرتك طبعاً على الوقت المثمر حضرتك لكل مهندس مصري. أنا بسأل حضرتك، أنا كطالب بسأل دكتور، يعني الدكتور بيدرس لي بيشرح لي، أنا هستفاد إيه من اللي أنا بعمله في المحاضرة؟ بيقول لي مش هستفاد حاجة. فأنا عايز خبرة حضرتك ازاي سديت الابواب بين الدراسة والشغل. يعني انا ما بسأل حد ايه ضربه، انا عايز خبرة حضرتك ما عشتها. اشكرك. سؤال مهم، وانا على فكرة كنت دايما اقول للتلاميذ معلش يا دكتور ثانية واحدة، السؤال ده احنا كنا بنقوله في الكليات النظر ينفع، يعني اللي احنا بنقوله في هندسة كلية، لكن في هندسة هل يقال لطلبة هندسة اللي انت بتدرسه ده ملوش علاقه برضه بالواقع والكلام ده؟ لا مش المقصود، لا مش المقصود. دايما الطالب عايز يعرف ايه علاقه الشيك اللي بيحله والمساله اللي بيحلها بالحياه العمليه بره. هو هيطلع يستخدم ازاي المعلومات اللي بياخدها في الكليه، وهيطلع يستخدم ازاي بيقعد يحل في مسائل ويحل في امتحانات عشان خاطر يتعلم او ينجح. يعني حضرتك انا لما بسال الدكتور يقول لي مش هتستفيد حاجه، انا
كطالب ما معرفش لا لا مارست الشغل. انا هجاوبك الاجابه اللي انا كنت دايما بجاوبها للطلبه بتوعي. انا كنت استاذ في كليه الهندسه جامعه طنطا، وعلى فكره انا يعني لغايه سنه انا عملت الدكتوراه سنه 97 اخذت اجازه من الجامعه سنه 99 لغايه سنه 2003، واستقلت من الجامعه سنه 2004. واستقلت من الجامعه لانه دايما برضه انا مؤمن انه لازم الهدف اللي انا بشتغل عشانه لازم اركز فيه. فانا وانا في الجامعه جالي قناعه انه انا اقدر ادي في البيزنس واقدر اخدم الهندسه من كوني مهندس مش من كوني استاذ جامعه، على الرغم ان انا لما كنت في امريكا كنت بشتغل ابحاث، فانا كان ممكن اخدم الهندسه اكتر واخدم البلد اكتر من كوني استاذ جامعه باحث. لكن الحقيقه ما كانتش الاجواء تسمح ان انا اقدم اللي عليا وانا باحث، فاخترت ان انا استقيل عشان اساعد واقوم بدوري كمهندس. لما كنت بسال السؤال بتاع زميلكم، انا الحقيقه كان دايما ردي برضه شويه غريب. انا كنت دايما اقول انت عليك وانت في المحاضره تفهم المحاضره كويس، وعليك انك تحل المسائل اللي عليها كويس، وما عليكش حاجه تاني. يعني روح حل، يعني افهم المحاضره كويس، تاكد انك فاهمها، حل مسائلها، خش امتحن الامتحان وانسى كل حاجه بعد كده. تقول لي بس انا انسى كل، مش عايز تفتكر حاجه. طب هستفيد ازاي عمليا بعد كده؟ انا دايما معلش تسمحوا لي، انا عارف ان انا في الجامعه الامريكيه وبتكلم، لكن في الاصل انا فلاح يعني، لكن فانا دايما بدي مثال فلاحي شويه. لو انا النهارده جيت استصلحت ارض زراعيه عشان ازرع فيها قمح، واستصلحت ارض زراعيه تانية عشان ازرع فيها مثلا خضار، قبل ما ازرع القمح وقبل ما ازرع الخضار انا خلاص جهزت الارض دي تزرع قمح وجهزت الارض دي تزرع خضار. لو جيت في ارض الخضار وزرعت قمح هينفع؟ هتفاجئ ان القمح مش طالع كويس، هيطلع بس هيطلع اي كلام. ولو زرعت في ارض القمح خضار، الخضار هيطلع اي كلام. بينما لو زرعت في الارض اللي انا مستصلحها قمح، زرعت قمح هتفاجئ بايه؟ ان طالع قمح وطالع كويس. ولما ازرع في الارض اللي انا استصلحتها خضار، خضار تطلع كويسه. نفس الحكايه، الجامعه هو نوع من استصلاح الشخصيه، هو نوع من تجهيز الشخصيه عشان تبقى مهندس. فانت هتفاجئ على الرغم انك يمكن ما انتش عارف ازاي هتستفيد بده عمليا، الا انه كونك درست علوم الهندسه وكنت بتفهمها كويس، اول ما تيجي تشتغل في الشركه معايا هتفاجئ انك هتصبح مهندس، ومهندس شاطر في وقت قصير جدا. ولو انا جبت واحد محاسب وحاولت اشغله مهندس مش هينفع، ولو جبت واحد مهندس وجيت اشغله محاسب مش هينفع. اذا لو التدريس في الجامعه ليس له اهميه، على الرغم ان احنا ما بنبقاش فاهمين احنا بنعمل ده ليه، لو ماليش لازمه كان ايه اللي يعني ازاي كنت اخلي المهندس مهندس والمحاسب محاسب وهكذا. فالتعليم هو استصلاح للشخصيه، هو وضع الباك جراوند داخل الانسان. لكن ازاي تبقى مهندس وازاي تستفيد من الكلام ده، انت نفس الحكايه. هل ممكن تتخيل ان الميه اللي في التربه والسماد اللي في التربه ازاي يتحول الى عصاره في النهايه في النبات وتخليه يطلع؟ انت ممكن ما تتخيلهاش. لكن نفس الحكايه، لما تيجي تشوف ازاي المهندس بيؤدي عمله هتدور على المسائل اللي كنت بتحلها مش هتلاقيها، هتدور على المواد العلميه بتدرسها مش هتلاقيها، لكن بدونها استحاله نعرف نطلع منك المهندس اللي انت اللي احنا كشركه. اذا انت بتبقى مهندس من خلال جهه العمل اللي هتتولى مسؤوليه انك تخليك مهندس تقوم بالعمل. انت ما عليك وانت طالب الا انك انت تفهم المحاضره كويس جدا، تحل المسائل اللي عليها كويس جدا، تخش الامتحان تذاكر وتجيب تقدير، وبعد كده يا سيدي روح العب ولا سلم نفسك. خلاص ما تشغلش بالك يعني. يعني هل يمكن ان تتخيل ان انا ادرس اعلام واروح اشتغل هندسه يا جورج؟ حرام عليك. وبعدين انا عايزه اقول نقطه مهمه جدا، يعني المصري هو فلاح. طبعا. اللي بنى مصر ما كانش حلواني يا جماعه، ضحكوا علينا، فلاحين. زراع مصر يعني كانت بلد زراعي، يعني كلنا فلاحين، جامعه امريكيه، جامعه بريطانيه، القاهره، فلاحين.
طيب سؤال كمان. سمع زيدين تجارة حلوان. سمع حضرتك طبعا فخور ان انا قاعد طامة زي حضرتك، بس انا عندي سؤال. حضرتك كنت ممبر عادي في شركة، تمام، قررت ان انت يبقى عندك الخاص بيك وتفتح الشركة الخاصة بيك. دي كانت اصعب حاجة لما قررت القرار ده حضرتك. دي اول نقطة. النقطة الثانية الفلوس. يرد احسن. النقطة الثانية اللي هو طب حضرتك كان الامكانيات المادية عند حضرتك ان انت لا انا خلاص كفاية علي ان انا كنت ممبر افتح البيزنس الخاص بيا بقى. طب ايه الخطوات او ايه اصعب حاجة حضرتك وانت بتاخد القرار ده؟ اشكرك على السؤال. برضو هنا نقطة انت هتستغرب منها جدا، ويعني انا مش بتكلم فلسفة. ساعتها كان معاك فلوس ساعتها؟ اطلاقا ولا مليم ولا مليم ولا مليم. بس خليني اقول حاجة برضو مهمة. لا قبل ده، ما انا الكلام اللي انا بقوله انا عشته، انا مش بقوله عشان بقول يعني يجب تعمله كده. انا بقول لك كلام انا مريت بيه وعشت بيه وايمان انا مؤمن بيه. فانا لما دايما بشتغل عمري ما اشتغلت عشان لا احقق فلوس كتير ولا احقق بيزنس كتير ولا يبقى عندي شركه كبيره. عمري ما فكرت في الحكايه دي خالص. كان ايه طموح؟ انا كان دائما ابدا ان انا اعمل شغلي باعلى درجه من الاتقان واعلى درجه من النجاح، وان كل ما امكن ان الشغل ده يخدم عدد كبير من الناس. انا مؤمن انه حجم العائد المادي دالة في حجم البشر اللي انت بتخدمهم، حجم السعادة دالة في عدد البشر اللي انت بتسعدهم او اللي انت بتسعدهم. كل ما عملت عمل يساعد ناس كتير او يقدم خدمة لناس كتير، كل ما العائد المادي والعائد المعنوي والعائد الاجتماعي يكون على قدر دول. فلو انت اشتغلت عشان نفسك هيجي لك عائد على قد نفسك، لو اشتغلت عشان انت واسرتك وتربيهم هيجي لك عائد على قدك انت واسرتك، لو اشتغلت على قد انت واسرتك وعيلتك هيجي لك عائد على قد دول، لو اشتغلت على قد بلدك وحاولت تساعد بلدك هيجي لك عائد وسعاده على قد الدور اللي انت بتقوم بيه في بلدك ومجتمعك. ممكن نلخصه في حجم الطموح؟ حجم الطموح هو انا بعمله ليه؟ ده تاني، هو سالني انا ازاي خدت قرار ابقى كده؟ لا انا ما خدتش قرار. انا كنت بشتغل مع الدكتور شاكر وكنت مخلص في شغلي لدرجه ما حدش يقدر يتخيلها، لدرجه انه لو انا سبت مكتب الدكتور شاكر في شهر 11 سنه 2003، لو حد في شهر 10 سالني وقال لي احنا عايزينك تسيب مكتب الدكتور شاكر وتطلع تعمل معانا بزنس خاص، كنت هعتبره انه بيطلب مني ان انا اكفر كفر. فانا كان انتمائي للمكان اللي بشتغل فيه بلا حدود، وعمر ما كنت بفكر ان انا هسيب مكتب الدكتور شاكر مش هكون شغال فيه. انا كان كل همي وانا ما شغال في مكتب الدكتور شاكر كنت بقدم تصميمات شويه اقول انا عايز انفذ مشروعات، لغايه ما قدرت اكسب مشروع كان ايامها ب 40 مليون يورو، كانت اكبر محطه كهرباء في مصر على الاطلاق، دخلت فيها مع شركه هيتاشي اليابانيه، وكنت انا لوحدي ومعايا مجموعه شباب شغالين معايا جوه المجموعه. الدكتور شاكر نفسه ما كانش يعرف ان انا بعمل كده. ففجاه لقينا كسبانين شغلانه ب 40 مليون يورو واحنا مسؤولين عن تنفيذها بالكامل في النوبريه. فانا على خلفيه ده بدات اتكلم او يعني بدا يحصل حوار انه لا احنا مش عايزين نعمل الشغل ده في الشركه. نتيجه المجموعه الاستشاريه ومش عايزين نقوم بالدور ده. وانا محترق يعني حابب ان انا اعمل الشغلانه دي. ففي خلال اقل من اسبوعين حصل اختلاف في وجهات النظر. انا عايز نبتدي ناسس شركه لانه اللي انا عملته ده كان يجوز تنفيذه من خلال شركه كبيره، ما ينفعش يتنفذ من خلال مكتب استشاري. فبدات اتكلم على ان احنا يجب نعمل شركه تاني تقوم بتنفيذ هذا المشروع. كل اللي انا بطلبه ساعتها كان ان انا اكون مدير عام هذه الشركه، لان انا اللي عامل البيزنس ده كله. بينما الدكتور شاكر وملكيه الشركه كانت شايفه انه لا احنا ما نقدرش نعمل كده، مش عايزين نعمل كده، احنا هندي المشروع ده لحد تاني ينفذه، لكن احنا مكتب استشاري. الاختلاف في التوجه خلاني في اقل من اسبوعين قدمت استقالتي وتركت العمل. وانا مانيش عارف هشتغل فين ولا هعمل ايه ولا كان في ذهني ان انا هعمل عمل خاص. وانا قلت يعني لو قعدت في البيت هرجع، كنت ساعتها في اجازه من الجامعه مش لسه استقلت، قلت هرجع الجامعه. لكن اول ما خرجت مباشره
مش عايز اقول لك انه ده بقى لما انت دايما انت ليك دور بتقوم بيه وربنا يعني ما بيسيبش حد او بيساعد على قد الدور اللي انت بتقوم بيه. انا عملت كده ساعتها، لكن نتيجة ان انا كنت مخلص في عملي جزء عدد من الشركات اللي كانوا بيشوفوني شغال ازاي بدأوا يتكلموا معايا عشان خاطر اشتغل معاهم. انا مش عايز اشتغل موظف تاني، فقالوا لي خلاص اسس شركة. قلت لهم بس انا معيش فلوس. قالوا لي هنديك دفعة مقدمة عن الشغل واعمل بيه الشركة. فانا فاكر اول عقد خدته كان $50,000 وادوني دفعة مقدمة $10,000 عشان اعرف اخد شقة في المعادي واعرف اجيب فيها جهازين كمبيوتر واشغل معايا حد اتنين من زمايلي عشان نقدر نشتغل. وده كانت نقطة البداية، وكان هدفي ساعتها ان انا اظل اخد شغل اعرف ادفع المرتبات واعرف اشتغل. في اقل من 3 سنين كانت الشركة واحدة من الشركات اللي بقى اسمها مسموع ولها دور وبيجي لها عملاء والحمد لله، وبدأنا نكبر بعد كده. طيب ما اسمح لكم يعني انا عايز اسأل سؤال بنيابة عنكم. ماشي، حيك رجل اعمال عندك 3 شركات ما شاء الله، يعني راس المال من 2 لـ5 مليار، حلو كده؟ حجم الاعمال، حجم الاعمال، حجم الاعمال. تمام، ايه او مين او ما هي الصفات اللي حضرتك بتدور عليه في الشباب علشان تعينه عندك؟ مهندس، كلية تجارة بيزنس، يعني كل بقى الافرع او ممكن نقول عليها ايه؟ في كل التخصصات، كل التخصصات اللي عندك مواصفاته ايه؟ انا اشكر حضرتك على هذا السؤال لان دي رسالة عايز اوجهها للشباب. احنا حاجتين في غاية الاهمية بنبص عليهم. اول جزئية وارجو ان الكل يخلي باله من الحتة دي هو الطاقة الايجابية. اهم معيار بندور عليه هو الشاب اللي عنده طاقة ايجابية. للأسف الشديد النهاردة كتير من الشباب يعني بيمارس الطاقة السلبية دون وعي، فتلاقيه دايما قلقان من المستقبل أو ناقد للمجتمع اللي هو فيه أو حاجات كتير مش عاجباه، أو قاعد مكشر مثلا. أو قاعد مكشر كده بتضحكوا كده واخدين بالكم، يعني بتضحكوا بقى. طاقة إيجابية، فالطاقة الإيجابية في غاية الأهمية. فدايما وأنا دايما أقول أي حد عنده طاقة سلبية ما ينفعش يقعد في مدخول، يعني الطاقة السلبية هي أسوأ حاجة ممكن ما تخليش أي عمل ينجح. أنا عشان أشتغل وأقدر أساهم في النجاح لازم أكون عندي طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية طاقة مرتبطة بالأمل، بالطموح، بالحلم، بالرغبة في النجاح، بالثقة في النفس، بالتعاون مع الآخرين، بالثقة في الآخرين، بالثقة في المجتمع اللي أنا عايش فيه، بعدم الانتقاد عمال على بطال. ببعد لازم أبعد بشكل كتير عن إن أنا أنتقد كل اللي حواليا من قبل ما أشوف أنا بعمل إيه. فأول صفة بنحاول تكون موجودة في الشباب اللي يجوا يشتغلوا معانا هي الطاقة الإيجابية. أي حد سلبي، والسلبية حتى لو سلبية من ناحية المجتمع، مش لازم سلبية إنه يعني هو ماليش رأي ولا حاجة، لا، ليه آراء سلبية في المجتمع اللي هو عايش فيه. دايما أنا أقول الانتماء ليس قرين الرفاهية، يعني كلنا منتمين لأسرنا وأكتر ناس بنتخانق معهم هم أسرنا، فالانتماء ليس قرين الرفاهية. وبالتالي أي شغل بيتعرض لصعاب كثيرة، بتواجه مشاكل وانت شغال، هتتعب نفسيا وهترهق ذهنيا. لو ما كنتش انت عندك طاقة إيجابية عمرك ما هتتحمل هذه الضغوط. بعد شوية هتبقى جاي الشغل وانت يعني قرفان ونفسك الصبح ما تقعدش الشغل. فالطاقة الإيجابية هي أهم وأول عنصر في الشباب اللي بيلتحق معانا. الحاجة الثانية هو يعني عايز اسميها ايه، تبقى في انفتاح، يعني يبقى الشاب عنده يعني عنده قدره انه يتعلم، رغبه في انه يتعلم. طبعا في صفه للاسف الشديد احنا انا بلاحظها كتير في الشباب وبشتغل عليها جامد في الشركه وبتكلم مع الناس كتير، وهو التعلم من الاخطاء. واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا كتير في الشباب او اللي شغالين دايما يعني فيه مقاومة عنيفة للاعتراف بالخطأ،
فتبقى شغال وارد ان انت تخطئ، لكن لو اتقال لك انك اخطأت لا تصاب بحالة نفسية وازاي وانا ما عملتش غلط، ولازم ما ترتاحش الا لما يعني يحصل يقول لك خلاص يا عم انت ما عملتش غلط. بينما اول درجات النجاح واول خطوة في النجاح هو ان انا يعني اعترف بخطأ انا قمت بيه، وان انا اتعلم من الخطأ اللي انا بقع فيها. في حكمة بتقول انه الخبير في مهنة هو كل من وقع في جميع اخطاء هذه المهنة، يعني عشان ابقى خبير فيها لازم اقع في كل اخطاء. فرض واحدة من الصفات التانية المهمة جدا في الشباب اللي بلتعف معانا في العمل واللي بنحاول ندربهم عليها هو انه ما تزعلش لما تغلط، اعترف بانك اخطأت، حاول انك انت تصلح الخطأ ده. دايما حاول تبقى مديرك راضي عنك، راضي عن ادائك مش عنك كشخص، يعني مديرك راضي عن ادائك. ما تجادلش كتير، مش كل ما يقولك انك عملت حاجة غلط انت مصر انك تثبت له انك عملت صح، وقد يكون خبرتك ما تقدرش تحكم عن ان اللي انت عملته ده كان صح ولا غلط. فاحنا يعني اهم صفة هي الطاقة الايجابية، القدرة على التعلم وعدم الحرج من الاخطاء، وبعد كده تيجي الناحية الفنية اللي هي انا بعتبرها اسهل ما يكون، يعني طيب. هي اسهل حاجة في الموضوع. باشمهندس دكتور مصطفى مدكور، يعني هذا هو اول لقاء لي معك قدام الشباب، ومن خلال رؤيتي لشخص سيادتك ده شجعني وعشمني ان انا اطلب طلب هيبقى بنسبة مثلا 50% على الشباب و 50% على حضرتك، تسمح لي؟ طيب حضرتك قلت عن تجربة وحكيت عن تجربة الشباب اللي طلعتهم فرنسا وراحوا وتعلموا ورجعوا عملوا أكبر مشروع ونجحوا نجاح باهر. هل ممكن ندي فرصة لكل الشباب اللي موجودين وهي فرصة لو عملوها تقبلها، لو ما عملوهاش يبقى الغلط عليهم، هذه الفرصة انكم تكونوا مجموعة منكم انتوا يعني هندسة كمبيوتر ساينس علوم بيزنس ادمنستريشن، يعني تقدروا تعملوا نموذج لشركة صغيرة تقوموا بها على مشروع من خلال هذه المجموعة او مجموعتين او ثلاثة وتتقدموا بيها للباشمهندس، واذا ارتقى فيها النجاح يبقى يكون هو ده دورك ان حيك تدعم توقفهم على رجلهم في هذا المشروع. طلب مشروع؟ طبعا اكيد طلب مشروع، واحنا يعني الحقيقة الشركة بتسعى ليه، وانا في بعض المؤتمرات قلت الكلام ده ان انا بدعو الشباب اللي عنده مشروع عايز يقوم بيه مشروع بحثي. على فكرة برضو واحدة من الحاجات اللي بتميز شركتك مجموعة مدكور، احنا عندنا R&D يونت داخل الشركة، بمعنى ان احنا غير طبعا احنا بنعمل تصميمات وتنفيذ وحرب كل يوم عشان نعمل المشروع، لكن اسايد من ده او على جانب من ده عندنا تيم بيشتغل في R&D، والشغل في R&D انا قايل ان احنا عندنا جزء من عائد الشركة عشان تمول اي ابحاث علمية واي مشروعات يقوم بها حد عشان تؤدي الى added value. بس على فكرة R&D واخد تعليمات انه الموضوعات اللي نشتغل فيها لازم يكون لها added value مصرية، يعني ما يجيش واحد يجيب لي مشروع انه هيستورد خامات من بره ويستورد معدات من بره وياخد تكنولوجيا جايه مثلا من اليابان ولا من هنا ومن هنا ويقول انا هعمل مصنع عشان اخد الماده الخام اللي انا مستوردها واجيب واستورد معده اللي انا هنتج بيها وهشتغل بالتكنولوجيا دي، ده مش added value. added value يعني لازم يكون اما الفكره مصريه يعني التكنولوجيا او حد عمل بحث فهيترجمه، او ان يكون فيه ماده خام وممكن نطلع منها منتج ومتوفره في مصر فانا استخدم الماده الخام المصريه، او ان انا اصمم معدات وانتج بيها محليا. فلازم يكون فيه ادد فاليو محليا عشان خاطر احنا نقدر نتبنى الفكره ونقدر نساعدها ونمولها وندي فرصه للشباب. والشركه بترحب باي حد على فكره، احنا واحده من الحاجات اللي يعني برضو ده انا اقول لكم العمل الهندسي حاليا في اسهى عصره في مصر لسببين. السبب الاول انه فعلا كم المشروعات اللي بينشا في مصر حاليا لم يسبق من يعني احدكم سال مثلا
احنا مصر في طول عمر من اول ما عرفوا الكهرباء لغاية سنة 2015 كانت مصر عندها 30,000 ميجا. كل الكهرباء اللي مصر عملتها اللي انتجتها ونقلتها ووزعتها وفيها احمال بتشتغل عليها من سنة 2015 لغاية اخر 2018 يعني 3 سنين مصر بنت محطات قدرتها كمان 25,000 ميجا. يعني بنينا في 3 سنين تقريبا قد اللي اتبنى خلال عمر الكهرباء في مصر من يوم ما مصر عملت كهرباء. فتخيلوا ال 25,000 ميجا اللي انضموا دول كتوليد قد ايه حجم الشغل المطلوب قصادهم في تنميه صناعيه وتنميه تجاريه وتنميه في المجتمع عشان تستهلك كل ده. فحجم المشروعات اللي في مصر حاليا حجم مهول عايز ضعف عدد المهندسين الموجودين. فبالتالي اي مهندس هيشتغل وينجح هيلاقي فرصه للنجاح. السبب الثاني انه ودي واحده من اللي مذكور عملتهم كان دايما لغايه سنه 2014 في كل المشروعات العملاقه اللي الدوله بتعملها الشركات المؤهله ليها هي شركات عالميه شركات خارجيه اجنبيه. فعشان نعمل محطه كهرباء لازم تاخدها شركه اجنبيه، عشان نعمل مطار لازم ياخدوا شركه اجنبيه وهكذا. من سنه 2014 لغايه النهارده وشركتنا كانت واحده من الشركات اللي تصدت. يعني معلش بسرعه انا سنه 2015 كان في ازمه كهرباء كلكم حسيتوا بيها. احنا كان لينا يعني الشرف ان احنا نشترك وعملنا محطه كهرباء في 6 شهور بتكليف من الدوله. لاول مره كانت شركه مصريه تتصدى لده والدوله ادتنا الفرصه لكده. وخدنا التحدي ان احنا نعمل محطه كهرباء في 6 شهور. للمعلومات المحطات من النوع ده لما تبقى المكن بتاعها موجود التربينات المكن الرئيسي تتعمل في 12 شهر لما يبقى يعني العمل على قدم وثاق يعني وشركه محترفه متخصصه. الحاجه الثانيه ايه اللي خلى الدوله تدينا احنا هذه الفرصه؟ ان الشركات العالميه رفضت قالت انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه مشروع مدته 12 شهر في احسن حالتها واحنا نعمله في 6 شهور. احنا تصدينا لده وكان كل اللي مشترك في المشروع مصريين. وهحكي لكم حكايه برضه يعني تدل يعني برضه يعني رمز للي انا مؤمن بيه. ساعتها احنا خلصنا المشروع في 6 شهور الا كمان. يعني كان معادنا 1/6 احنا يوم 30/5 كان اول وحده واصله على الشبكه بتنتج كهرباء. وساعتها حصل افتتاح للمشروع وحضر الدكتور شاكر بصفه وزير الكهرباء وحضر محافظ السويس ان المحطه كانت في عتاقه وحضر كل المسؤولين من وزاره الكهرباء والمحافظه. وكنا احنا يعني مجهزين لهذا الاحتفال لافتتاح المشروع. انا لفت نظري حاجه ساعتها وحرصت انها تكون ظاهره على الترابيزه. احنا كانت الشركه اللي بتدينا المعدات بعض الشركات الاجنبيه زي سيمنز وانصاتهم ديانا المعدات وليهم مشرفين في الموقع. انما اللي بيدير الموقع مين؟ احنا. فانا حرصت وكان كل الطاقم كله شباب يعني كل متوسط الاعمار 30 سنه. فحضرت الاجتماع انا ساعتها كنت انا اكبر واحد فيهم ومعايا مجموعه الشباب اللي اشتركوا معايا في تنفيذ المشروع. وحضرنا الافتتاح وتعمدت ان مفيش ولا واحد من الاجانب اللي كانوا في الموقع يحضر هذا الاجتماع. وان كلهم يبقوا في الموقع ساعتها عشان اوصل رساله ساعتها واحنا بنفتتح. اولا كان كلمات الشكر والتقدير يعني والانبهار بانه ازاي المشروع ده خلص في الوقت ده من كل المسؤولين كانت يعني محترمه جدا. فاحنا قاعدين في افتتاح العميل اللي هي وزاره الكهرباء بتشكر الشركه وبتثني على جميع طاقم العمل بكل كلمات الثناء واحنا حاضرين كل اللي حاضرين شباب مصري. وساعتها انا قمت وقلت ان دي الاول مره في مصر في محطه كهرباء من هذا القبيل يوم الافتتاح يبقى اللي قاعد قصاد الحكومه او الدوله شباب مصري هم اللي بيعملوا الافتتاح. في كل المشروعات السابقه كان دايما الشركه الاجنبيه ورئيس الشركه الاجنبيه ومسؤول الشركه الاجنبيه هم اللي قاعدين قدام الوزير وقدام المحافظ واحنا كمصريين قاعدين في الموقع بننفذ تعليماتهم وبنعمل الشغل لغايه هم ما يحضروا الافتتاح. في اليوم ده اتعكست الايه ساعتها. ومن يومها لغايه النهارده
واصبح عند احنا شركه مطبور النهارده واحده من الشركات الرئيسيه اللي بتنفذ مشروعات الدوله في محطات الكهرباء بدون اي اجانب معانا. فبالتالي الدوله اصبحت بتعطي الفرصه للشركات المصريه القادره على التنفيذ ان هي تنفذ بنفسها للشباب. بس انا طبعا يعني انا سمعت رد حضرتك طبعا ويعني مشكور عليه وحقيقه اتلكت صدري بموافقتك. بس انا عايزه اشوف كمان مدى تحمس الشباب الموجود من جامعه القاهره في جميع التخصصات بعمل مثل هذه، يعني ممكن نقول عليها ايه، المشاريع الصغيره وعمل مجموعات. ممكن توروني كده ترفعوا ايديكم، عايز اعرف كام واحد متحمس للفكره انه يقدم مشروع لشركه مذكور. طيب يعني مسؤول بقى الماركتنج هو واقف موجود دايما. ايوه هتاخدوا رقم تليفونه هتتواصلوا معاه وهتكونوا المجموعات العمل النهارده، عشان لو مش النهارده يبقى مش هتحصل تاني. خلي بالكم يعني نتيجه خبره. طب بصوا يعني اذا انا هضيف يعني اتفضل واحده من الموضوعات، مثلا الرينيوبل انرجي واحده من الحاجات المهمه جدا. اي حد بيشتغل في مجال الطاقه وفي مجال الطاقه الجديده والمتجدده بكل، على فكره فيها ناس من علوم بيشتغلوا فيها وفيها ناس من هندسه طبعا بيشتغلوا فيها. فالرينيوبل انرجي مهمه جدا بكل ابعادها. وعشان اقول لكم مثلا حاجه، الطاقه الشمسيه الخلايا الشمسيه بتصنع من رمل اسمه رمل ابيض سيليكا ببيوريتي معينه. 65% من الرمل المتوفر في العالم اللي بينتج منه الخلايا الشمسيه موجود في الصحراء الشرقيه في مصر. ده معناه ان احنا نمتلك 65% من الماده الخام اللي بتنتج الخلايا الشمسيه. فيعني ساعتها اقول يعني هل يليق ان احنا يعني نستنى لما دول تانية هي اللي تقعد تعمل ابحاث وتاخد الماده الخام بتاعتنا وبعدين ترجع تبيعها لنا؟ على فكره انا عملت بحث في الحكايه دي ومكلف الار ان دي عندي عشان يشتغل عليها. لقينا انه والحمد لله يعني الدوله حاليا وقفت تصدير الرمل، لكن كان بيتباع الطن الرمل ب 10 دولار. الطن الرمل ده يرجع منه 10 كيلو سيليكا يصنع منها سولار سيلز. من الطن يطلع 10 كيلو اللي احنا بعناه ب 10 دولار. الكيلو الواحد ب 1000 دولار. لا الكيلو ب 10000 دولار. يعني انا ببيع ب 10 دولار طن عشان يرجع لي كام؟ 10000 في 10 كيلو. يعني يرجع لي 100000 دولار، يعني ال 10 دولار بيرجعوا 100000 دولار. نتيجة إن في حد بياخد ده ويشتغل عليه ويرجع يطلع لي المادة اللي أنا بستخدمها في الفوتو سيل. فدي أي حد عنده قدرة إنه يشتغل في هذا المجال يشتغل فيه. مجال المدني والإنشاءات برضه مواد البناء وأعمال الأبحاث في مواد البناء في غاية الأهمية النهاردة. برضه احنا في مصر بننشئ كميه منشات حاليا، تشوف العاصمه الاداريه واللي بيحصل فيها افكار. فمواد البناء برضه اللي انا اقوله لكم، يعني هل يجوز ان احنا نبقى مصريين وعندنا كفاءات عاليه وعندنا مواد خام كتير وبعدين نيجي نلاقي نفسنا قاعدين لغايه ما نستورد الماده اللي بنستخدمها ونستورد التكنولوجيا اللي بنشتغل بيها ونستورد كل شيء؟ النهارده اصبح واجب علينا ودورنا. عشان كده ليه انا بقول يعني ما حدش يسافر بره، ما حدش يحاول يهاجر او يسيب البلد ويمشي، او كل واحد يلاقي نفسه بقى بيعرف يعمل حاجه او بقى شاطر شويه في حاجه يقول لك انا اروح انجح بره. بالعكس، انت يعني النجاح هنا اهم يعني واسعد للانسان بكتير. وفي نفس الوقت احنا محتاجين كل مجهودات الشباب النهارده، لان البلد مفتوحه النهارده وعندها القدره وعندها الامكانيات والمجال واسع ومفتوح. والناس اللي بتشوف الدنيا مقفوله والدنيا مش، لا
الدنيا مفتوحة وواسعة والمجال مفتوح والحالة أفضل كتير. حتى أحد يعني اللي بيخاف إن مفيش فلوس أو مفيش تمويل، التمويلات موجود. أي حد عنده فكرة، وأنا بتعهد بكده، هو أي حد عنده مشروع وحاطط فكر سليم، ندعم إن هو يوصل المشروع ده لفكرة تنفيذية، وندعم كمان بعد كده إن يحصل على تمويل عشان الكلام ده يتحول إلى صناعة حقيقية أو إنتاج حقيقي. بشكرك شكرا جزيلا المهندس الدكتور مصطفى مدكور، شكرا جزيلا، يعني اسعدتنا بوجودك، اسعدتنا بمعايشه تجربتك من البدايه وصولا لهذا النجاح، واسعدتنا اكتر بتقديم ايد المساعده لكل الشباب اللي موجود النهارده. نتمنى نشوف بقى يعني طاقه ايجابيه في تفعيل يعني هذه المبادره وانجاحها. بشكركم، واتمنى اني اكون يعني ضيفه او كنت بقى ضيفه خفيفه عليكم. شكرا ليكم، وبالتوفيق يا رب في حياتكم اللي جايه.